الكورس بتاعنا يا شباب، احنا اتكلمنا ان انا في الانجليش لازم اتعرف على حاجة اسمها تنسز. ويعني ايه تنسز؟ يعني ازمنة. والازمنة هي الكلمات اللي بنستخدم، سوري، يعني الزمن هو الطريقة اللي بنعبر بيها عن الوقت. يعني ايه مثل الطريقة اللي بنعبر بيها عن الوقت؟ يعني لما نيجي نتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي، ناو، لما نيجي نتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي، قلنا احنا لازم نخلي الفيرب بتاعنا في البريزنت كونتينيوس. يعني ايه البريزنت كونتينيوس؟ يعني المضارع المستمر، يعني حاجة بتحصل دلوقتي. طب يا ميس، وقلنا لما نيجي نتكلم عن حاجة حصلت امبارح وبتحصل النهاردة وهتحصل بكرة، دي اسمها عادة في حياتنا أو حقيقة في حياتنا، بنستخدم الزمن هو البريزنت سيمبل، أو بنقول عليه المضارع البسيط. ولما نيجي يا شباب نستخدم أو نتكلم عن حاجة حصلت وخلصت، فبنقول عليه الباست سيمبل. يعني ايه الباست سيمبل؟ يعني الماضي البسيط. واخدناهم وتعلمنا ازاي نستخدمهم وازاي نكون جمل وازاي نعمل لهم نيجاتيف نفي. طب يا ميس، دلوقتي بقى عايزين نتعلم ازاي لما نيجي نتكلم عن حاجة لسه هتحصل، لسه هتحصل، ده بنقول عليه الفيوتشر. يعني ايه فيوتشر؟ يعني المستقبل. فيوتشر سيمبل with will. will الفيوتشر سيمبل يعني المستقبل البسيط. والمستقبل البسيط هو ليه كذا طريقة، أو المستقبل عامة أو التعبير عن حاجة لسه هتحصل ليها كذا طريقة. النهاردة هنتعرف على will، ويعني إيه will، ويعني إيه إزاي نستخدمها وإزاي ننفيها وإزاي نعمل بيها سؤال. أول حاجة عايزة أقول لكم عليها استخدامات will. أنا بستخدم will في إيه؟ أول حاجة will بالعربي معناها سوف. طب يا ميس، يبقى will معناها سوف. إيه استخداماتها؟ هعلمكم النهاردة 3 استخدامات بس منها. إيه أول استخدام منها؟ بص يا شهد، لما أجي أتكلم عن حاجة حقيقية هتحصل في المستقبل. يعني ايه حاجة حقيقية هتحصل في المستقبل؟ يعني زي عمرنا. يعني ايه عمرنا؟ يعني شهد السنة دي عندها مثلا 8 سنين او 7 سنين، 8 سنين، السنة الجاية اكيد هيبقى عندها 9 سنين. عمرنا عبد الرحمن السنة دي عنده 10 سنين، السنة الجاية هيكون عنده كام سنة؟ 13 سنة 13 سنة، 14 سنة، على حسب. دي اسمها حاجة حقيقية هتحصل زي عمرنا. زي مثلا إن شهد السنة دي أو ميرنا السنة دي رايحة السنة الجديدة، رايحة سنة 6، فدي اسمها حاجة إيه يا ميرنا؟ حاجة حقيقية هتحصل. فبنستخدم معانا will. بنستخدم معانا مين يا ميرنا؟ will will زي عمرنا. عمرنا انا عندي السنه دي مثلا 33 سنه، السنه الجايه هيبقى عندي 34 سنه، دي حاجه حقيقيه هتحصل. طيب ليه استخدام تاني will؟ ليه استخدام تاني will يا علي؟ حاجه اسمها تنبؤ. تنبؤ يعني اقول على حاجه يمكن تحصل أو يمكن ما تحصلش بدون دليل. ركز معايا بقى في الحتة دي عشان أفهمك يعني إيه تنبؤ بدون دليل. أنا ماشي كده في الشارع يا علي، وبصيت على السماء ولقيت السماء بتاعتي ما فيهاش غيوم كتير، شوية كده إيه، ما فيهاش غيوم، في شمس وما فيش غيوم، فبقول إيه it will rain، هي سوف تمطر، هتمطر الدنيا. بس ده ممكن يحصل وممكن إيه يا علي؟ علي ممكن يحصل وممكن ايه؟ ما يحصلش، صح كده يا علي؟ افتح المايك يا حبيبي ورد عليا. لما اقول هتمطر، انت شايف الولد ده ماشي الدنيا فيه شمس، قال الكلام ده اكيد هيحصل ان هي هتمطر.
علي يرد عليا الكلام ده اكيد هيحصل ان هي هتوصل. طب يا عبد رد عليا يا عبد، هل الكلام ده اكيد هيحصل ان هي هتمطر؟ ماي يس يا مس. فين بقى فين المطر اللي فيه؟ انا بقول تنبؤ بدون دليل. يعني ايه تنبؤ بدون دليل؟ ايوه يا علي انا كنت فاتح المايك بس ده يا مس من السماعه بس. ماشي حبيب، لما اجي اقول الدنيا هتمطر في الصورة دي، دي حاجة اسمها تنبؤ، يعني هقول لحاجة ممكن تحصل بس ما عنديش دليل ان هي تحصل، هستخدم ويل برضو. يبقى تاني استخدام لويل تنبؤ بدون دليل. يعني ايه تنبؤ بدون دليل؟ يعني انا هقول على حاجة ممكن تحصل او ممكن ايه يا علي؟ ما تحصلش. ممكن تحصل او ممكن ايه؟ ما تحصلش. ما تحصلش، ما عنديش دليل. ايوه يا ميس. لو شايفي بس هو مش يعتبر ان هي ما فيهاش غيوم كتيره ده دليل؟ لا فيها غيوم يبقى ده دليل، لكن ما فيش غيوم اهي الشمس موجوده خلاص بدون دليل، يبقى ده ممكن يحصل او ممكن ايه؟ ما يحصلش. ممكن نتكلم مثلا على بنوته اسمها ساره. ساره عايزه تدخل، عايزه تبقى دكتوره، فساره هتكون دكتوره. هل الكلام ده ممكن يحصل؟ عندي دليل ان هي خلصت ثانويه عامه ونجحت وكل الكلام ده، ولا لسه ما عنديش دليل؟ لا لسه ما عنديش دليل. يبقى استخدم برضو ويل. قول لي يا محمد، يبقى ويل بنستخدمها امتى؟ كلوز يور مايك يا عبد الرحمن. ويل بنستخدمها في حاجه حقيقيه هتحصل أو تنبؤ بدون دليل، بنستخدمها إمتى ويل؟ حاجة حقيقية بتحصل أو تنبؤ من دون دليل. يعني إيه تنبؤ بدون دليل؟ يعني عندي حاجة ممكن أقول تحصل أو ممكن إيه؟ ما تحصلش، ما عنديش دليل يعرف كده. اه ساره عايزه تكون دكتوره، تمام ساره هتكون دكتوره. هل هي خلاص نجحت؟ هل هي دخلت كليه الطب؟ لا لسه، ده كل ده بدون ايه؟ بدون دليل. طيب في استخدام تاني لويل؟ اه في استخدام تاني لويل. تعالى اتعلموا معايا الاستخدام الاخير لويل اللي هناخده النهارده، هو اسمه قرار سريع. يعني ايه قرار سريع؟ لو انا جيت قلت لك يا زهراء الباب بيخبط، هتقولي لي ايه؟ I will open the door، لان ده حاجه هتحصل دلوقتي، حد بيخبط على الباب، فانت هتروحي تقولي انا هفتح الباب. فده اسمه ايه يا زهراء؟ قرار سريع. اسمه ايه؟ قرار سريع. قرار سريع زي بالظبط وانا قاعد كده والتليفون بيرن، هقول لكم ايه؟ I will answer. I will answer يعني هرد على التليفون، يعني ده اسمه قرار سريع هيحصل، نستخدم will. برضو قرار سريع هيحصل نستخدم مين؟ will. نستخدم will. يبقى نقول تاني ايه استخدامات will؟ حقيقة هتحصل في المستقبل، حاجة حقيقية هتحصل في المستقبل نستخدم معاها will. تنبؤ بس بدون دليل، تنبؤ يعني حاجة ممكن تحصل أو ممكن ما تحصلش، أو قرار سريع زي مثلا حد كان في الشارع كده يا عبده وماسك أكياس كتير، وأنت هتقول إيه؟ أنا هساعده. I will help him. I will help him. هتستخدم برضو مين عشان ده قرار سريع؟ هنستخدم will. هنستخدم will كمان. يبقى will بنستخدمها في حقيقة هتحصل زي عمرنا، بنستخدمها في تنبؤ يا شهد، تنبؤ بدون دليل يعني حاجة ممكن تحصل أو ممكن ما تحصلش، أو قرار سريع حاجة هتعملها دلوقتي بسرعة زي التليفون بيرن، زي الباب بيخبط، أنا هفتح الباب، أنا هرد على التليفون، يبقى ده بنستخدم will. أوكي يا ميس. طيب تعال نخش على الجزء اللي بعديه. إزاي بقى إزاي بنستخدم will في الجملة بتاعتنا؟ طيب تعال الأول أعرفكم شوية على will. will ده بنسميه شباب في الإنجليش model verb. يعني إيه model verb يا علي؟ الموديل فيرب يا علي اسمه بالعربي يعني فعل ناقص. اسمه إيه يا علي؟ فعل ناقص. طب يعني ايه كلمة موديل فيرب أو فعل ناقص؟ دايما لما كنت باجي أشرح لكم بقول لكم الفيرب بتاعنا ليه كام شكل يا عبد الرحمن؟ ليه كام شكل؟ هاي عبد الرحمن ليه كام شكل الفيرب بتاعنا؟ ثلاث أشكال.
ليه؟ ايوه ليه الانفينيتيف اللي هو الشكل الاول، وليه الباست الشكل التاني، وليه والبي البي دول. بي او التصريف التالت بتاعنا. اي فيرب كده ما عدا الافعال الناقصه. الافعال الناقصه بيكون ليها شكلين بس. الفعل الناقص ليه كام شكل للفيرب؟ ليه شكلين فقط، ما عندهوش تصريف تالت، عشان كده سميناه فعل ناقص تصريف. عشان كده سميناه ايه يا عبد الرحمن؟ فعل ناقص تصريف. واللي منهم ويل ده فعل ناقص. يعني ايه فيرب ناقص؟ يعني ايه فيرب موديل فيرب؟ يعني فيرب ليه شكلين بس، ليه الانفينيتيف بتاعه وليه الباست بتاعه، ملهوش بي بي، ملهوش تصريف تالت. طب يا ميت، ويل كمان، ويل كمان بنعتبره بالظبط هو هيلبنج فيرب. يعني زي ايه هيلبنج فيرب يا شهد؟ زي ايه هيلبنج فيرب؟ زي مين هيلبنج فيرب في افعال بتساعدنا؟ مين جبناهم يساعدونا قبل كده؟ جبنا دو، وجبنا مين كمان؟ Do, does, doesn't, عارف don't. دو وداز وآر Do, وإيزو does, آر. وام, الكلام ده وام, كتير. وإيزو آر. وآر. وديد كمان، صح كده؟ فاكرين ديد؟ ويل آي برضو إم إس. كمان، يعني ويل برضو بنسميه هيلبنج فيرب او فعل مساعد، بنسميه هيلبنج فيرب. وفيرب برضو ايه؟ زي بالظبط هيلبنج فيرب، زي الفيرب اللي بيساعدنا. طب يا ميس، ايه كمان لويل؟ ويل دي كمان معناها سوف، ممكن نختصرها بابوستروف ال ال ايل 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 يعني، او هيل هي ويل. يبقى الابوستروف ال ال ده اختصار لكلمه مين؟ لسوف ويل. طب يا ميس، بنحط ازاي بقى ازاي بنحط ويل اللي هي معناها سوف، بنحطها ازاي في الجمله بتاعتنا؟ اول حاجه بنبدا بالسبجكت اللي هو الفاعل، يعني بنبدا باي، نبدا بهي، نبدا بشي، نبدا بيت، وبعد كده بنحط جنبيهم مين؟ سوف، اللي هي ايه سوف؟ ويل، او نختصرها بابوستروف ال ال. وبعد كده بنحط الفيرب بتاعي اللي هيحصل، بس لازم يكون في الانفينيتيف. الفيرب بتاعنا لازم يكون فين؟ في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف الانفينيتيف يا محمد أسامة؟ يعني ايه انفينيتيف؟ نعم يا ميس، نعم يا ميس. يعني ايه الفيرب في الانفينيتيف؟ يعني يعني الفيرب في الشكل رقم كام في الأشكال بتاعته؟ في الشكل اللي هو في الشكلين اللي هو الانفينيتيف والبريزنت والباست، اه الانفينيتيف يعني ايه بقى؟ والباست. يعني ايه فيرب في الانفينيتيف؟ الفيرب في الانفينيتيف يعني الشكل الأول ما فيهوش إضافات، ما فيهوش مين أو مين أو مين، ما فيهوش إف ديد اس ولا ديد ولا اي دي. ولا ديد، ركز ما يا في محمد، لا أي تغييرات جديدة. ما فيهوش اضافات، ما فيهوش اس ولا اي دي ولا اي ان جي. يعني ايه الفيرب في الانفينيتيف يا محمد؟ يعني الفيرب في المصدر بدون اي اضافات. قول معايا، يعني الفيرب في المصدر فيرب في المصدر من دون أي إضافة. ما فيهوش اس ولا اي دي ولا اي ان جي. يعني مثلا انا عايزه اقول جمله، انا سوف افتح الباب، انا سوف افتح الباب، هقولها ازاي دي؟ تعال اقولها مع بعض كده يا عبدو. انا يعني ايه I اي؟ هنستخدم ايه اي؟ I will اي ويل. ها open. open، هحط حاجه في open. لا، عشان لازم يكون الفيرب في بعد infinitive. ويل نحط الفيرب بتاعنا في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني يعني من الفيرب غير ولا بدون إضافة. ولا اي اضافات، ما فيش اس ولا اي دي ولا اي ان جي. I will open the door. I will open the door. طب عايزه اقول يا ميرنا، هو سوف يكون 10 سنين. هو هيكون عنده 10 سنين. He هي will ويل. مين هو ten الفيرب يكون years يا old. ميرنا؟ استني بس استني، مين هو الفيرب يكون؟
لو انا عايزه اقول هو عنده 10 سنين هتقولي هي از 10. ثواني حبيبي، هي از 10 على طول. طب انا بقى عايزه اقول هو سوف يكون 10 سنين، يبقى احنا لازم نجيب فيرب يكون بس في المصدر. لازم نجيب ايه يا ميرنا؟ فيرب يكون لكن في المصدر. مين هو فيرب يكون في المصدر؟ فيرب يكون حد دو؟ يعرف مين هو فيرب يكون في المصدر؟ تعالوا كده افكركم بحاجه، واحنا من اول الكورس كنا بنتعلم حاجه اسمها فيرب تو بي عمو يكون. واحنا زمان بنتعلم في التأسيس كنا بنقول ايه؟ فيرب تو بي عمو يكون. يبقى مين الفيرب بتاع تو بي عمو ده؟ عمو بي مين اولاده؟ ام ام او ال او ار ام او ال او ار ناس فيرب تو بي تو دو او داز. لا فيرب تو بي مش دو داز يا محمد، فيرب تو بي هو عمو ولا دو ولا في الفعل الثاني ده هو دو او ضال في الفعل الثاني بتاع فيرب تو بي. لا يا محمد، فيرب تو بي مش دو ضز خالص. فيرب تو بي حبيبي هو فيرب يكون، هو ام او از او ار. مين باباهم؟ مين الشكل الاول بتاعهم؟ بي. مين الشكل الاول بتاعهم يا مرنا؟ بي. بي يبقى ام واز وار، يعني يكون، يكون في البريزنت في المضارع. لكن مين باباهم؟ مين المصدر بتاعهم؟ بي. بي لما اقول جمله هو سوف يكون يبقى هي ويل بي. مين هي بي دي؟ هي يكون بتاعت ام او از او ار باباهم الكبير. يبقى هي ويل بي 10، هو هيكون عنده 10 years 10 سنوات. يبقى هنا عملنا ايه؟ هنا استخدمنا will وحطينا جنبيها الفيرب بتاعنا يكون في الانفينيتيف. مين هو الفيرب يكون؟ هو فيرب تو بي. فيرب تو بي، بي ده، بي ده هو الشكل الاول بدون اضافات. بي هو الشكل الاول بدون اضافات. اوكي اوكي تمام يا حبايبي، فاهمين الكلام ده؟ يس يا مس. اه يا مس. ايوه يا مس. طيب بعد كده نقفل اللينك ونفتح لينك جديد. بنقول اجي اتكلم عن فيوتشر، يعني ايه فيوتشر؟ يعني حاجه لسه هتحصل. نستخدم ويل. ويل معناها سوف. استخدامات ويل بنتكلم عن حاجة حقيقية. يعني إيه حاجة حقيقية؟ يعني زي عمرنا، حاجة أكيد هتحصل زي عمرنا. لما أجي أتكلم عن حاجة تنبؤ بدون دليل، يعني ممكن تحصل أو ممكن ما تحصلش. لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها قرار سريع، حاجة هتحصل، أنا هفتح الباب، أنا هرد على التليفون، حاجة هتحصل. وبنعمل ازاي الجملة بتاعتنا؟ بنبدأ بسبجكت نمبر 1 سبجكت، وبعد كده بنحط ويل، وبعد كده بنحط الفيرب بتاعنا في الانفينيتيف. يعني ايه الفيرب بتاعنا في الانفينيتيف؟ يعني بدون اي اضافات، مفيش اس فيه ولا اي دي ولا اي ان جي. طيب نشوف بقى، هنقفل اللينك دلوقتي ونفتح لينك جديد عشان خاطر نعمل بارت 2.